بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، على بركة الله وحفظه أعلنت اللجنة هنا عن انطلاقة الشوط، بنقول الرابع عشر. والشوط الرابع عشر خصص للأبكار المهجنات الصايلة القادمات من جميع الميادين. هلا 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 هلا، نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى التوفيق، نتمنى الناموس إن شاء الله. أعود التماس في المركز الأول، راشد بن خلف بن مطر مع علوان، النقلة على المركز الثاني منوه لعبد الله بن علي بن واس، وعالي عالي عالي اللي في ثالث المراكز، يا مرحبا يا أبو سعيد في ثالث المراكز، وحظ تأتي رابعا عبد العزيز بن راشد قراعة النعيمي. يا سلام، نقلتنا على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس شوي بعيد عنا رسالة بسلطان بشير السويدي، هكذا اللي هي غزلان. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، هكذا كان الوصف التفصيلي للعشرة المراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. ما شاء الله، منوه غيرت، عبد الله بن علي بن واس سيطرت على المركز الأول، صامدة على مقدمة هذا الشوط، متحدية على المركز، نقلة على التماس، وراشد بن خلف بن مطر بن علوان من يقدم التماس في هذا الانطلاق، من يقدم التماس في هذا الكرنفال. نقول ما شاء الله، بينما عالي عبد الله بن راشد محمد القراع النعيمي ايضا حاضر مع عالي في هذا الانطلاق، النقله على حظ عبد العزيز بن راشد القراع ايضا حاضر مع هذا الانطلاق الجميل. المركز الخامس غزلان لسالم بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هذا هو النداء تقريبا الثاني للخمس المراكز اللي تتواجد ما شاء الله في هذا الانطلاق. التماس ومنه حظ عالي، رباعية الانطلاق، رباعية التنافس لمن الشوط، لمن الشوط يا عشاق، لمن الشوط والناموس. كانت النتيجة حاضرة في هذا الانطلاق، هكذا كان الوصف الجميل. واثنين كيلومترات قطعناه، والمتبقي اثنين على خط النهاية. السلام يا التماس، راشد مخلب مطبع الوان عالية بدأت تقترب من الحدث ومن موقع الحدث لعبد الله بن راشد قراع النعيمي ايضا حاضر هنا مع هذا الانطلاق الجميل. وفي المركز الثالث حظ لعبد العزيز بن راشد القراعة، ومنوه لعبد الله بن علي بن واس ثالث المراكز رابع المراكز. وفي المركز الخامس، المركز الخامس غزلان لسالم بسلطان بن رشيد السويدي. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام. التماس وعالي وثنتينهن، الثنتين في موقع واحد، الثنتين في موقع جميل. يا سلام، الكل أتى يريد الناموس، يريد الناموس، والناموس دائما شيق مع هذا العالم الساحر، الناموس شيق دائما شيق مع هذا الانطلاق. عالية والتماس، التماس وعالي والثنتين في 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 موقع واحد، الثنتين في موقع جميل للغاية. نتمنى ان شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس لجميع هذه الشعارات الحاضرة لأرضية هذا الميدان. يا سلام، التماس ولا عالية وحظ ثالثا ايضا تليها، لمن هذا الشوط، لمن هذا الشوط، لمن هذا الناموس.
التماس اللي مسيطر على المركز الأول، التماس صامدة على مقدمة الشوط، ولكن حذاري من عالي خطيرة ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل. وتقريبا بنقول 600 متر الأخيرة، 600 متر الأخيرة، التماس وعالية. الله يا هالي الخوانيج وهالحميدية أيضا حاضرين مع عالي وأداء عالي هنا على المركز الأول. يا السلام، السلام إلى وين؟ السلام إلى وين؟ عالية الناموس، عالية الانتصار. عبد الله بن راشد قراعه النعيمي أيضا حاضر مع عالية وإنجازاتها حافلة وسجلاتها حافلة بالناموس والإنجاز. تهانينا والناموس لمالك عالية، والالتماس عالية لمالك عبد الله بن راشد قراعه النعيمي بمناسبة فوزها بالمركز الأول. حاضرة مع هذا الانطلاق الجميل، حاضرة مع هذا الأداء المميز، هاي لحظات وصوله خط النهاية معنى لها الفوز والناموس. المركز الثاني التماس لراشد بخلاف مطر مع الوان. المركز الثالث حظ عبد العزيز بن راشد قراعه. المركز الرابع هناك من تأتي في هذه اللحظات أيها الإخوة، لسوزران سالم بسلطان برشيد السويدي.